السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة طلاب الصف الثالث الثانوي. أهلا وسهلا بكم يا شباب مع واجب الحصة رقم 9. يا ترى وهل ترى مستر النجار النهاردة مخبي إيه في الحصة؟ إن شاء الله مخبيين معلومات كتيرة جدا، حاجات في التمني رهيبة، امتحانات سنين سابقة النهاردة إن شاء الله في الواجب بإذن الله. حبايب الحلوين، النهاردة واجب الحصة رقم 9 هنبدأ كالمعتاد بالامتحان اللي اتصحح وانتوا استلمتوه يا حبايبي. شد حيلكم يا حبايبي، خلاص ما تركمش حبايبي خلاص. طبعا بدأنا في كلمات القاموس اللي هي في كتاب الواجب، خلصنا صفحة 1 وان شاء الله هنبدأ على طول صفحة 2 بإذن الله الأسبوع القادم وإحنا في الحصة إن شاء الله على بركة الله. يلا نبدأ يا شباب يا حلوين ونبدأ بنحل الامتحان. أول جملة بتقول طبعا بيقولك sleep، كلمة sleep دي إذا verb طبعا حبايبي، sleep طبعا فعل sleep ينام، أما sleep adjective، sleep adjective اللي هي مستغرق نوما، مستغرق نوما. في طبعا كلمة sleepy نعسان، sleepy نعسان، يبقى عندك هنا كلمة أسليب مستغرق نوما وطبعا دي adjective صفر. الجملة رقم 2 يا حبايبي بيقولك I don't like watching moving films، ما بحبش الأفلام الموفينج المؤثرة. moving دي ايه؟ adjective طبعا صفة، moving بيقولك صفة. الجملة رقم 3 what is the final sentence، الـ final sentence هي الـ closing طبعا، جملة الخاتمة. الجملة رقم 4 what are the transitions، transitions هي الناقلات، transitions هي الـ ايه؟ السيجنالينج ويردز، السيجنالينج ويردز هي عبارة عن سيجنالينج ويردز ذات هيلب اورجنايز، يبقى الإجابة نمبر دي. أما السؤال رقم 5 which of the following is correct، أي جملة تكون صحيحة؟ إن الباراجراف على الأقل 3 جمل، هو طبعا 3 جمل 5 جمل 7 جمل عادي جدا، أما ما ينفعش الباراجراف يتضمن 5 جمل، هنا قال لك ماست، خلي بالك هنا قال لك ماست، لازم يبقى 5، لا مش لازم، خل بالك هو من 3 ل 7 فاتليست على الاقل 3. حبايبي الحلوين الجمله رقم 6 بتقول لك يبين بدايه الباراجراف الاندنت اللي هو السبيس او الاندنتيشن او الاندنت لاين اللي وسط نزول بادئه بالراحه كده عشان تبقى عارف تمام. اما السبورتنج ديتيلز طبعا هي ريزونز واكزامبلز واذر ديتيلز، وكل ده بيظهر في البادي، والبادي هو مين؟ هو البالك، والبالك هو مين؟ هو الميدل يا حبيب قلبي تمام. الجملة رقم 8 when I write، لما انا بكتب البادي في اي اسي انا بتضمن الريليتد ديتيلز، التفاصيل المرتبطة بمع امثلة تمام. ما ينفعش طبعا اتضمن السيسس، يعني ازاي بادي واحط سيسس؟ ازاي بادي بيقول لك ها عندما انا بكتب البادي بتأكد ان الدعم موجود في المقدمة، ازاي الدعم في المقدمة؟ بستخدم فقط كلام انفورمال؟ لا مش شرط، انتوا معايا ولا لا؟ يبقى اذا عندي هي الاخيرة حبايبي. what is a paragraph، الباراجراف هو series of sentence، مجموعة من الجمل تمام، ما ينفعش مجموعة من الباراجرافز. رقم 10 نقط is the last paragraph، الكلوزنج الخاتمة حبايبي. he is ill، هو مريض still ولكن بيروح المدرسة. مستر النجار حبيبك قال لك ان still هي but هي yet هي however هي while. يلا ابعت لي دعوة وانت قاعد مبسوط كده وجنبك سندوتش الجبنة كده بالطماطم وكوباية الشاي ودلعني دلع وبط ويت وهاويفر وايل. طب يا مستر هي عندها فيلا، فيرزر مور، دي خدناها من الروابط الاضافه، من روابط الاضافه فيرزر مور بالاضافه الى، خدناها من الترانزيشنز، خدناها من السيجنالينج ويردز بالاضافه الى فيرزر مور عشان تبقى عارف، بالاضافه الى ان عندها عربيتين. هي از الونج ويز، الونج ويز بالاضافه الى. الله يا مستر، دول كانوا في الروابط، الروابط اللي بنحطها في وسط جمل البادي، الترانزيشنز السيجنالينج ويرد، along with بالاضافه الى، هو بالاضافه ليا، along with، along مش ابعد عن long، along with على بعضيها، خد بالك معناها بالاضافه الى to sum up بعبارات الخاتمه. هي از اللي هو مريض، consequently، consequently بتساوي سو، يا قمر يا قمر بتساوي سو تمام. اهو بيقول لك ان مصر هي مهد الحضارات والاديان ولن تكون ابدا منبع تمام، ولن تكون ابدا منبع حبايبي ايه، ولن تكون ابدا منبع للعنف والارهاب ان شاء الله. طبعا الاولى ايجيبت، طبعا هنا غلط عشان ايجيبت ار، هي ايجيبت از، يبقى كده الاولى غلط. طيب هات الثانيه، ايجيبت از كريدل، هي مهد الحضارات تمام، اند ريليجنز والاديان، هنا الثالثه غلط لانه قال له ديني، ريليجيوس ديني. وسوف تكون هو بيقول له ولن تكون ابدا، يبقى نيفر، اما الاخيره ما حطش نيفر يبقى الاخيره غلط، يبقى الاجابه هي بي.
انا بحبكم قوي قوي قوي، واول مره اولف على دفعه بالسرعه دي. حبايبي الحلوين ربنا يحفظكم، يبقى شوفوا صور الاوائل افرحوا، ادخلوا على الاوائل وشوفوهم على صفحه الفيسبوك، ادخل كده وشوف واتفرج ومل عينك وقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وعقبالك يا رب ان شاء الله، عشان تعرف ان اللي بيقولوا عليه مستحيل وحلم معايا حقيقه باذن ربنا. بس اسمعوا كلامي، ان بناء الطرق والكباري العلويه من اهم الوسائل لحل ازمه المواصلات. ذا كونستراكشن تشييد الرودز الكباري والاوفر بريدجز والكباري العلويه. كونستراكشن طبعا تشييد او بناء، اما دي ريكونستراكشن دي اعاده بناء، يبقى الثانيه غلط عشان اعاده بناء. الكباري از 1 الحاجتين دول من اهم، من اهم از 1 از 1 ار 1 غلط، الحاجتين دول وان اوف ذا موست من اهم الوسائل، يبقى مينز وسائل خلاص. بيقول لك تو سولف لكي نحل ترانسبورتيشن كرايسيس ازمه، لكي نحل ازمه الايه طبعا ازمه المواصلات. يبقى عرفنا ان طبعا الثانيه غلط الثالثه غلط، اما الرابعه كونستراكشن اوف رودز اند اوفر بريدجز والكباري العلويه از تو، هو قال له من اهم يعني احدى من اهم، ازاي هما اثنين؟ يبقى غلط عشان اثنين. 18 عندي يجب ان نمحو الاميه، طبعا عندي يجب ان نمحو الاميه، عندي هتبدا الاولى وي شود اريز، طبعا اريز يمحو الادلتس ليترسي، طبعا احنا عايزين الاميه، اما ليترسي ده التعلم عشان تبقى عارف، ليترسي التعلم، يبقى دي مش هينفع خلاص كده الاولى مش هتنفع. هات اللي رقم اثنين، وي شود يمحو الاميه تو كريت لكي نخلق جيلا متعلم او مجتمع متعلم اوير اوف، حلوه اوير اوف دي، على درايه بي ذا رايتس حقوقهم وواجباتهم، يبقى عندك هي سي اللي صح. طب يا مستر احنا عرفنا ان الاولى غلط عشان نتعلم، الثانيه لكي نعمل جيل ايه بقى متعلم اوير اوف، الثانيه دي غير واعي، احنا عايزينها واعي. طب الاخيره اللي بعديها ذا رايتس حقوقهم وواجباتهم، يجب علينا حاطط لها نفي، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه الصح هي سي يا قمر. 18 خلصنا قلنا سي، هات 19 الاخيره دي، الاخيره دي يا قمر، الاخيره دي يا قمر خلاص اهو. اما يونج بيبول الشباب، يا راجل بقى الشباب از، يبقى الاولى غلط، الثانيه ارزا باك بون هم العمود الفقري للامه، لذلك اتنشن انتباه لذلك، هو بص بيقول لك ايه بقى، شوف هنا شوف هنا بيقول لك ايه، هم العمود الفقري تقدم اي امه، اي امه، الاولى غلط معايا عشان قال له از، الثانيه بقى غلط قال له لا اي امه ما حطش اني، يبقى الثانيه غلط. طب التالتة حط إني وقال له إيه؟ لذلك الانتباه يجب أن يعطى إليهم، التالتة غلط لما حط نط، أما هي طبعًا الأخيرة هي اللي صح، يبقى الإجابة دي لما حط نط فأصبحت إيه؟ سي غلط. إن الشعب المصري بأسره يرفض الإرهاب والعنف وقتل الأبرياء، طبعًا ذا إيجيبشن بيبول، تمام يا حبيب قلبي أز هول، تمام كله أجمع ريجكت يرفض، هنا شعب مفرد، شعب مفرد والمفرد دي ريجكت دي يرفض، بس دي مع الجمع، دي مع الجمع، ريجكت هنا جمع، اما الفعل بياخد اس مع المفرد، يبقى الثانيه هي صح والاولى غلط عشان ريجكت. طيب بيقول لك بيرفض ايه؟ الارهاب، الثالثه جايبها السياحه والعنف وقتل الابرياء، وقتل الابرياء تمام، يبقى زي ايجيبشن هنا الاخيره غلط عشان ايجيبت المفروض ايجيبشن، يبقى برضو الاخيره غلط. انا بحبكم يا اخي، يا اخي براحتي يا اخي، بحبكم اهو، ربنا يحفظكم يا رب ويجعل وشي حلو عليكم يا رب السنه دي ان شاء الله. انتهى حل افكار الامتحان بعد ما عرفنا بي هي اللي صح. نخش بعد كده على مين يا مستر؟ خش يا حبيب قلبي على الكتاب. طلبه النجار دايما ايه؟ نار، وكتبنا مليانه افكار، ودايما جيش النجاري في العلالي، الجيش النجاري في العلالي، بسم الله توكلت على الله. يونت 2 كانت بارت 2 خلاص، ماشي خلصنا الامتحان، نخش على بركة الله بمين؟ بالواجب بقى، صفحة 158 بداية الواجب، نطقطق كده لحد ايه ما نخلص الواجب كله بإذن الله. سم الله وتوكل على الله، جملة 118 يونت 2 بارت 2 بسم الله. بيقولك العلماء هاف ارجيود، طبعا بيتناقشوا بشأن، يبقى اباوت بيتناقشوا بشأن التأثيرات السيئة لكورونا فيروس، التأثير السيء على السوشيال والإيكونوميك أكتيفيتيز، الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. طيب أرجيو مين؟ أباوت يتناقش. طيب بشأن اكتب على جنب، أما أرجيو تاخد أجنست بمعنى يعارض، لو خدت أجنست، لو خدت أجنست بمعنى يعارض، أرجيو أجنست بمعنى يعارض، أما إحنا خدناها أباوت يتناقشوا بشأن.
طب ارجي فور يؤيد، ارجي فور يؤيد هقولهم لك الاسبوع الجاي ان شاء الله. الجمله 119 تاخد كروس ويز غاضب من، كروس ويز غاضب من، كروس ويز زي انجري ويز. اللي بعديها طبعا سيلبريتد اون حبايبي عشان ده تاريخ يوم، تاريخ الايام، تاريخ الايام تاخد حرف الجر اون. اما لو سنه او شهر ياخد ان، اما لو سنه او شهر ياخد ان. بعد كده كونفيدنت اباوت واثق بشان، اي ريلي انا معجب بيه لانه هو دائما واثق من قدرات. طبعا واحد يقول لي طب ما تقول لنا باقي الاختيارات ليه غلط، لا يا حبيبي ما هي كونفيدنت بتاخد حرف الجر فقط اباوت، ما ينفعش تاخد الباقيين. خلاص اباوت اللي بعديها تاخد اون، از بيزد اون قائم على، قلناها في الكلمات على طول تمام يا شباب، قلنا از بيزد اون قائم على، از بيزد ان مقيم فيه. ها الشاطر اللي بيكتب يا شباب كولكتد طبعا انفورم تمام المعلومات، كولكتد المجموعه بواسطه السوشيال ريسيرشرز الباحثين، كولكتد ده اسم مفعول. يبقى عندي هنا اون. بعد كده طبعا جرامبي الجمله 123 قلنا بيزد اون. بعد كده جرامبي الولد وائل از دائما طبيعته حلوه جدا، عايزين عكسها يعني مش متأفف، انسان حلو كده مش متأفف مش متضايق، يبقى عندي هنا جرامبي. خلاص يبقى عندي الجمله 124 هتبقى جرام، 23 هتبقى جرامبي، 124 هتبقى نوتي. طبعا منى بنت شقيه دايما بلاي تريك اون، حلوه بلاي تريك اون يخدع، بلاي تريك اون اكتب بتساوي تريك اون، بتساوي تريك اون اهو، وهي طبعا نوتي ها شقيه يا نوتي انت. انزل بعد كده كروس ويز اللي غاضب من اللي هي انوايد تمام. اما كايند عطوف تاخد حرف الجر اوف لو قلنا نوعا من، اما لو كايند خدت تو عطوف معه، ودي قلناها احنا بنقول الشرح. يبقى انوايد اللي بعديها ريز، اه طبعا ريز ذا ديسكشن مناقشه، ايه هذه القضيه العامه ايشيو قضيه تمام، اه بيقول لك بتثير اسئله كتيره، دايما ريز عايز مفعول تثير اسئله. اما الروز دي هنا معناها ريز وبيجي وراها مفعول، بيقول لك بتزيد من الاسئله تمام او بتثير اسئله. اما الروز معناها يثير برضو، بس بتثير مشاعر او شك، تثير الشك او المشاعر او تثير بني ادم تضايقه، يبقى دي مشاعر او شك او انسان يثير. اما دي ريز يزيد وبيجي وراها مفعول، بتزيد الاسئله عند الناس يعني بتعمل اثاره للناس. بس هو ما جابش كلمه ناس، ما لو جاب ناس كنا خدنا الروز، هو جاب كويستشنز بتزيد من الاسئله. اما رايز الاولى معناها تشرق، رايز الاولى تشرق او ينهض او يستيقظ ولا تاتي مجهول، ولا تاتي مجهول. عارف بقى لو انت عسل او انت عسله ها تحضر حلقه رايز والروز وروز على قناه التيك توك، روعه نازله حلقه روعه في حلقات يونت المنت حبايبي الحلوين. زي سايكولوجيست علماء علم النفس سبيكيريت طبعا. خلاص حبايبي يبقى عندي علماء علم النفس بيتوقعوا بشان او بقول يتاملوا، دي علماء علم النفس. وما تنساش البي سايلنت سايكولوجيست الاسباب اللي خلف ايه السلوك السيء بتاع علي تمام يا شباب. طبعا عندي هنا كونتاكت هنا معناها سلوك، جاي اسم حلو على فكره، اما بتيجي فعل طبعا يوصل، لما بتبقى جايه فعل بتبقى جايه يوصل. حبايبي الحلوين الجمله 28، الجمله 28 هتبقى اد طبعا حبايبي، اد ادز اند اوف، ما دام لقيت اوف خد اد، ادز اند اوف. اما امتى ان؟ لما اجي اقول ان ذا اند في النهايه واروح عامل كومه واعمل جمله جديده، انز اند كومه واعمل جمله جديده، اما تيجي في اخر الكلام. اما ما دام ظهرت اوف يبقى اد، اما ما دام ظهرت اوف يبقى اد. بيقول لك في نهايه القصه الايفل بيبول اشرار، ايفل الاشرار يعاقبوا، الاشرار يعاقبوا. بعد كده حبيب قلبي زير واز ناثينج، ما فيش اي حاجه سبيشال اباوت بشان، سبيشال اباوت بشان تمام، بيقول لك ما فيش اي حاجه خاصه بحياتها تمام يا شباب. هير لايف ابرود، ابرود في الخارج طبعا تمام كده يا جماعه. طيب يا حبايبي يبقى كده عرفنا ان سبيشال اباوت اه بيقول لك خاص بشان. الجمله 130 بيقول لك هدى، طبعا هدى مندور وايه واثنين طالباتها توك فيرست بليس، خدوا المركز الاول ان انترناشونال ساينس اند انجينيرنج فير. هنا ناخدها طبعا فير في معرض فير، اكتب كلمه فير هنا، اكتب بقى معناها معرض او جذاب او مناسب، اكتب معاني فير. بيقول لك هدى مندور
واثنين تاني طالبات توب فيرست بليس خدوا المركز الاول ان انترناشونال ساينس اند انجينيرنج فير في معرض الهندسه والعلوم الدولي. تمام، قدموا لوح وفازوا. يبقى عندي فير اكتب معناها معرض، ها، او جذاب اكتب، او مناسب، او ابيض البشره اللي هم الشقر دول، مش الابيض ابيض، لا الاشقر، اكتب فير ابيض البشره، او تنفع عادل فير، وتنفع مهرجان، وتنفع اشقر زي ما قلنا. بالله عليك اكتب المعاني كلها خلاص، واما تفوتك حته كده وقف الفيديو هات ايه من اول خلاص كده. اما جاليري صاله الالواح الفنيه، لما اعمل صاله كده احط فيها براويز والناس ايه تتفرج عليها خلاص، معرض الواح فنيه خلاص، او صاله العرض نفسها. اما هنا بقى المسابقه بنسميها انترناشونال ساينس اند انجينيرنج فير، على بعضها اكسبيرشن واحد زي البوك فير، معرض القاهره للكتاب خلاص. طيب 131، الجمله 131 هتاخد انرجي، 131 هتاخد انرجي. يا شباب اهو 131 انرجي، بقول لك بنستخدم 24% اقل من التيبيكالي يوز، من الاستخدام التيبيكالي الايه النموذجي. تمام كده يا شباب، يبقى طاقة اللي بنستخدمها اقل من ليس انرجي زان، بيقول لك خلاص كده يا حبايبي. يبقى هنا الجمله رقم 131 هتاخد انرجي. هدى منظور واثنين طالبات تانية بقول طبعا وجدوا طريقة تو بيوريفاي لكي ينقوا ماء الشرب مستخدمين طاقة اقل، يبقى ليس انرجي. طيب يا مستر ما خدناش ليه فورس، اكتب كده ان كلمة فورس دي قوة منتظمة. يعني قوة منتظمة؟ اكتب قوة الجاذبية، قوة شرطة، قوة جيش، او قوة الجاذبية. ماشي يا مستر، نخش بعد كده على رقم 132 هتاخد التلاتة. 132 التلاتة بيقول لك زي الهدف جول، تنفع اوبجكتيف خدناه هدف او غرض، ايم هدف، يبقى الهدف من المدرسة انها ريز جنريشن، تخلق جيل من الكريتيكال ثينكرز، من المفكرين الناقدين، يعني تعمل مش مفكرين بس، لا ينتقدوا الاعمال الادبية عشان يبقى العمل الادبي ناجح. يبقى الاخيرة صح. اما سرتين اللي بالتأكيد ذا جيرلز البنات انسبايرد، طبعا يبدو انهم انسبايرد ملهمين ومشجعين لكي يصبحوا قادة، انسبايرد ملهم. حبايبي الحلوين تبقى انسبايرد اللي هي نمبر سي. اما بعد كده رقم 34 هتبقى 4، بيقول لك هدى's امبيشن، طموح هدى افتر شي جرادويتس بعد ما تتخرج ان تجد علاج لي. قلنا لو علاج لي كيور 4، اما لو يعالج كيور اوف، كيور اوف لو يعالج من، زي ما قلناها في الحصه واحنا بنشرح مرض زهايمر بيأثر حبايبي على نقط اوف اولدر بيبول، بيأثر عليه طبعا على مخ الكبار، يبقى هنا برين عشان الذاكره، يبقى برين. اللي بعديها هتاخد اون لان ده تاريخ يوم، تاريخ يوم يا جماعه، هيبقى هنا تاريخ يوم هتبقى اون. اللي بعديها يا جماعه بعد اون هناخد مين؟ ايفنتس، احداث طبعا هتبقى ايفنتس. اهو بيقول لك ذا اورجنايزرز، المنظمين 16 مارس، منظمين حركه 16 مارس، حركه طبعا هي بتحط قوانين وحركه ثوريه، بيتذكروا احداث 1919 بالتحديد، اخر كلمه معناها ثوره، ثوره 19. اما بعد كده عندي قلنا ايفنتس، اللي بعديها كومبلين اباوت، يشتكي من، بيشتكي بشان الكولونايل رول، الحكم الاستعماري، دي كانت موجوده في اخر كلمات اليونت. بعد كده حبايبي قلنا اباوت، اللي بعديها هتاخد تو، تمام، كونتريبيوشن تو، حل لي، كونتريبيوشن تو 38. اما 39 يبقى عندي بقى ما قلنا كومبلين اباوت، 39 هي اللي تاخد مين؟ تو. يبقى 38 سي، 39 هي الاولى، اسهام لي المجتمع المصري. اما 40 هتبقى ممبرز، اعضاء، ممبرز اوف بارلمنت، طبعا دي كانت في الكلمات اعضاء البارلمنت اللي هو اعضاء البرلمان. اما بعد كده بيقول لك كلمه ستيم نطقناها ككلمه على بعضيها، يبقى دي اكرونيم، اما لو بنطقها حروف ابريفيشن، ودي قلناها في الواجب اللي فات خلاص يا حبايبي. بعد كده الجمله رقم 142 بيقول لك اتس ريلي سربرايزنج، انه مدهش جدا ان بنات اقل، تمام، واولاد كومبليت بيكملوا في جامعات الاستم طبعا، او بيحصلوا او بيكملوا على شهادات الاستم في جامعاتها، يبقى ديجريز خلاص. بيقول لك شيء مدهش فعلا ان فيور جيرلز، بنات اقل واولاد اقل بيكملوا في، تمام، الاستم يونيفرستي ديجريز، بيكملوا او بيكملوا شهاداتهم في جامعات خاصه بالاستم بعد مدارس الاستم، ديجريز طبعا شهادات جامعيه، تمام. اكتب كده على جنب في تعبير اسمه ليتل، ليتل باي ليتل، ليتل باي ليتل معناها شيئا فشيئا،
little by little شيئا فشيئا خلاص قليلا فقليلا. الجملة 143 حبايبي تمام. انا هاخد opportunities فرص تمام. بيقول لك جيرلز البنات ليس دائما عندها نفس فرص الاولاد. opportunities فرص. قلنا الاخيرة طرق. الاخيرة طرق. الاخيرة يا شباب معناها طرق. methods طرق وايز الاولى طرق. اول حاجة كده احنا عايزينها فرص. اما اللي بعد كده norms طبعا هنا حبايبي هتاخد ايه social norms طبعا اللي هي انماط اجتماعية تمام. إيه اللي بعديها not to carry on ان لا نستمر. وقلنا ان carry on يا شباب هي go on هي keep on. keep on قلنا واحنا بنقرأ الكلمات كانت اخر كلمة على الشمال في الكلمات. على الرغم ان البنات غالبا بتبقى افضل في الحصول على الجريدز الدرجات جريدز درجات او مستوى فاكرين مستواك العلمي عن الاولاد في مدارس الستم in lower schools ولكنهم بيختاروا ان لا يستمروا في دراسة الستم later فيما بعد. هناخدها ان شاء الله الاسبوع القادم في الجرامر باذن الله. carry on يستمر. طيب بعد كده حبايبي طبعا carry out الاولى ينفذ او يجري او ينفذ عملية او ينفذ مشروع او خطة. try on يجرب تنفع يجرب ملابس. الرابعة go off طبعا يدق للمنبه او ينفجر للقنبلة ودي مهمة خد بالك تمام حبايبي. بعد كده عندي رقم 146 هتبقى conform to. 146 هتبقى conform to موجودة في الكلمات يا شباب بالنص. 47 هتبقى likely less likely دي مين دي؟ دي هتبقى بالنسبة ل 47 one answer احد رد او حلول هذه المشكلة اني في مدارس البنات are less likely ليس من المحتمل to stereotypes and tend to be more confident about their abilities. يبقى البنات ايه بيقولك في منهم اقل احتمالية بيقدروا في منهم اقل عدد اقل هو اللي بيواجه النمطية في المدارس اللي هو زي ايه قلنا هير ستوري قصتها في بنات منهم قدرت تقاوم وتنجح وتتفوق على الولاد. less likely ده تعبير بمعنى اقل احتمالية. ادي ار يا جماعة ار طبعا ده verb to be فيرب تو بي عايز صفة ار ليس ودي لايكلي اقل احتمالية تمام تو استيريوتايبس لمواجهة الايه طبعا النمطية هي تو واحدة طبعا. حبايبي الجملة اللي بعديها تمام الجملة 148 هتاخد ان سبيشالايز ان متخصص في مواد الاستم. المدرسة اللي هي بتدرس فيها 49 هتبقى A و B و C. A و B و C 49 اهو يا جماعة بيقول لك نوع is someone هو شخص ما تمام A و B و C اللي هو طبعا المراهق الاولى صح التانية صح التالتة صح التالتة صح بمعنى شخص مراهق اللي هما من سن 13 ل 19 التالتة صح. بعد كده يا جماعة الجملة رقم 50 what makes اللي خلى هدى تختلف في البحث العلمي scientific طبعا research البحث العلمي ان هي ايه الابحاث اللي قامت بيها في المدرسة. بعد كده يا جماعة my older sister اختي الكبيرة is very patient صبورة is very patient صبورة. يبقى عندي الجملة 51 هتبقى بي. اما 52 يا جماعة هتبقى كرول قاسي. 52 هتبقى كرول قاسي. ويسو احنا شفنا بعض الاولاد القاسيين جدا خارج المدرسة. طب ليه ده عمال يرموا الحجارة على قطة الله يخرب بيوتهم. كرول 2 تمام. بعد كده عندي 52 كرول 53 هتبقى نوتي. 53 هتبقى نوتي شقي تمام. طارق the little brother is often نوتي بيبقى شقي هو احيانا بيخبي التليفون بتاع بابا. اما رقم 54 هتبقى cheerful. منى is often غالبا جرامبي بتبقى متضايقه قبل الغدا معايا once فبمجرد ما هي بتاكل بتبقى ترجع تاني ايه cheerful. خلاص كده حبايبي again تمام يا جماعه. بعد كده حبايبي يبقى قلنا 54 الاولى. اما 55 تمام يا جماعه بيقول لك ايه 55 الجمله هتبقى good natured طبيعتها الجيده good natured اهو 55 يبقى حسن sister are both very good natured طبيعته بتبقى كويسه جدا دايما اصحابه بيبقى قاعد معاهم فريندلي ودود ومبتسم. حبايبي الحلوين يبقى 55 تاخد سي. طيب اكتب كده على جنب كلمة فارم يلا اكتب كده اف او ار حبايبي اهو اف او ار ام يو ال اي فارم يلا اف او ار ام يو ال اي معناها اكتب لبن الاطفال او تشتغل بمعنى صيغة
صيغة أو وصفة أو معادلة. تمام، حاجات حلوة جدا يا حبايبي. خلاص كده يا جماعة. بعد كده بيقول لك إيه حبايبي، ناخد الجملة 55، قلنا سي 56 هتبقى well behaved، 56 هتبقى well behaved، 56 هتبقى well behaved. بيقول لك جودة شيلدن أطفالها متربيين كويس، اضطرينا احنا ننتظر فتره طويله وهم ما عملوش مشاكل، ما اشتكناش منهم، يبقى طبعا ايه ويل بيهيفد، متربيين كويس، سلوكهم حسن، عجباني اتقول على الاطلاق، على الاطلاق يبقى ايه ويل بيهيفد. 57 هتبقى جراف طبعا اللي هو البار جراف، 58 هتبقى كونتريبيوشن اللي هي الاولى، كونتريبيوشن عملوا اسهام في تطوير فاكاسين، فاكاسين مصل، فاكاسين مصل، تمام كده، او دواء. خلاص كده يا شباب، يبقى فاكاسين مصل او دواء. تو كومبات، ترجم كده كومبات يحارب كورونا فيروس. خلاص عجباني اول كلمه دي كونتيميشن اللي هي سي دي، احنا ما اخترناهاش، احنا اخترنا الاولى طبعا. الكلمه دي معناها التلوث، تخيل لو جت عنوان السي تلوث الطلبه كلها في الحته دي. خلاص معناها التلوث زي بلوشن كده، خد بالك منها اكتبها على جنب. 59 طبعا بيرسنتج اوف، نسبه مئويه من. اما الجمله 60 طبعا significant، طبعا حبايبي الجملة 60 significant. volunteer طبعا tutoring ايه programs، طبعا بنقول برامج حبايبي الحلوين، برامج اللي هي الايه المتطوعين. tutoring ايه طبعا هنا برامج المدرسين المتطوعين، تمام، جاي من كلمة theater اللي هو معلم خصوصي، يبقى على بعضيها كده volunteer tutoring programs، برامج المدرسين المتطوعين، بيبقى ليها تأثير كبير جدا او تأثير هام. يبقى 60 تاخد البي ودي معناها برامج المعلمين المتطوعين، جاي من تياتر، تياتر اللي هو معلم خصوصي، مدرس خصوصي غير التيتشر بتاع المدرسة. حبايبي الحلوين 61 هتاخد الله، تمام، 61 هتاخد لايك الاولى، بيقولك اغلبية الجيران لايك، تمام، أغلبية الجيران طبعا نيبورز جمع، نيبورز جمع، يبقى الفعل هيبقى جمع مصدر. 62 بيقول لك ذا ميجورتي، أغلبية الميدل ايست اويل، البترول طبعا اويل، بترول، بترول اسم لا يعد، يبقى مفرد، يبقى الفعل هيبقى مفرد، از اكسبورتد يصدر، اكتب كده كل ما هو لا يعد مفرد، كل ما هو لا يعد مفرد. أما 63 دكتورز جمع هنقول ار، دكتورز جمع هنقول ار يا شباب، دكتورز جامعة هتبقى R. ماشي، اللي بعديها 64 هتبقى B و C، 64 هتبقى B و C اللي هما A B و C اللي هي طبعا هتبقى around و nearly تقريبا بمعنى حوالي. خلاص كده حوالي نص. اما الاولى حول، الاولى حول، وقلنا طبعا American Operation احنا بنشرح طبعا شرحت في unit 2 part 1 عشان تبقى عارف، قلنا R بعد كده B و C بعد كده figures احصائيات طبعا. بيقول لك ايه بقى unfortunately لسوء الحظ، وده ظرف، والظرف لما يجي اول الكلام بيبقى بعديه كوما. الحكومه figures احصائيات الحكومه حبايبي underestimated طبعا بيقول لك بتسيء التقدير، تسيء التقدير، estimate يقدر، underestimate يسيء التقدير لمشكله ايه البطاله لسنوات، لذلك احنا ما زلنا بنعاني. خلاص سفر يعاني. بعد كده حبايبي قلنا اللي بعديها هتبقى walking، ووكينج عندما كنا نمشي الى المدرسه عباره اسم الفاعل، عباره اسم الفاعل يا جماعه. نزلت حلقه على قناه اليوتيوب ما الفرق بين الفيرب اي ان جي والتصريف الثالث، خدنا التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. اما الفيرب اي ان جي كلمه على وزن فاعل، ويا جماعه دي نزلت في التركات وقلت لكم ذاكروها، تمام، او تترجم عندما كنت افعل، اكتب يا جماعه، ودي هتقابلنا ان شاء الله في حصه ايه هذا الاسبوع اللي انتم لسه بتحضروا شرحه. اما الجمله 167 ها هتبقى ميتنج، نفس القصه عندما قابلتها، ها عندما قابلتها، تمام، ميتنج. الجمله 168 ادفنتشرز طبعا مغامرات، بيقول لك جدي اعتاد ان يحكي لنا عن مغامراته لما كان كابتن في البحر، تمام، وهو في الايه في السفن الحربيه. اما الثالثه دي رحلات استكشافيه، اما الثالثه راحت فين، ايوه اهو، ايوه اهو، اكسبيديشن رحلات استكشافيه. خلاص يا شباب النجار اهو، الجيش النجاري دايما عالي اهو، اصحى، تمام كده. يبقى 68 هناخد الاخيره ادفنتشرز، اما الثالثه رحلات استكشافيه، الاولى طبعا فلايتس رحلات جويه، دي تريبس رحله قصيره. حبايبي الحلوين الجمله 69 هتبقى اكسبلين،
69 هتبقى اكس بلين اهو. بيقول لك كورونا فيروس از ستيل ما زالت مايستيريوس، غامضه غامضه يعني في سر غامض ها، والاطباء غير قادرين على انهم يشرحوا ليفسروا ليه المرض سبريد انتشر بسرعه. حط على سبريد ينتشر، اكتب ايه ممكن تيجي مع الامراض حبايب الحلوين. طيب ايه اطلع فوق اكتب لي كلمه فاست، اطلع فوق اكتب لي كلمه فاست اللي هي معناها اكتب سريع وبسرعه، اكتب تشتغل صفه وتشتغل حال. تمام يا جماعه، تشتغل صفه وتشتغل حال. تشتغل برضو يصوم، يصوم يصوم اللي هو الصيام. تشتغل املس، تمام تشتغل املس. طيب اما هي املس كانت حلوه اما جت في ما بيتكلموا عن البنات في القطعه، كانت فاست كورتس، فاست كورتس اللي هي الملاعب الواسعه الكبيره الملساء اللي هي ارضياتها صعب الجري عليها. اكتب فاست كورتس، تمام اللي هي الملاعب الملساء خلاص اللي بيبقى صعب اللعب عليها، ولكن البنات تفوقوا عليها واثبتوا نجاح فسموا اليونت هيرستوري. بعد كده حبايبي تمام، في طبعا بوينت اوت خدناها، بوينت اوت في الكلمات اللي هي يشير الى، بوينت اوت بوينت اوت يا شباب، بوينت اوت بي او اي ان تي، بوينت اوت يشير الى. اللي بعد كده طبعا كروس اللي هو غاضب، ان باد مود، ان باد مود في حاله سيئه مزاجه سيء كروس. اما 71 هتبقى ميزربل، ميزربل طبعا بائس، الرحله بتاعت البيت كانت بائسه، كل واحد منها كان ديبريست كئيب متضايق بسبب ان احنا خسرنا المباراه. تمام يا جماعه ميزربل بائس. اللي بعديها طبعا ميكس، بيقول لك ان ذي سيركمستانسز في هذه الظروف، الكلمه دي معناها ظروف تمام، في مثل هذه الظروف وان ميكس الواحد منا طبعا، وان ميكس ذا بيست اي اوف ذا ثينجز معناها يصنع افضل الاشياء، ده تعبير، ده تعبير. اكتب كده ميك ذا بيست اوف، اكتب ميك ذا بيست اوف ثينجز، ميك ذا بيست اوف ها ثينجز يصنع افضل الاشياء، في مثل هذه الظروف ميك ذا بيست بنفضل نصنع افضل الاشياء. هنا طبعا قال ميك ذا بيست اوف، ما كملش بثينجز، قال ليميتد انفورميشن، بنجيب اكتر معلومات عندنا تو ايه جيت ريدي لكي يكون جاهزين لما هو قادم. حبايبي الحلوين بعد كده الجمله اللي بعديها ديسيبلد، طبعا ديسيبلد اللي هم المعاقين يجب ان يكون لهم نفس الحقوق والاختيارات زي باقي الاشخاص ايضا. ديسيبلد اللي بعديها هارت، بيقول لك وي دونت هاف، احنا ما عندناش الكتير عشان نضيعه. تمام كده يا شباب، فالواحد منا يجب ان يصل الى قلب المشكله، حلو جدا التعبير ده، او قلب الاحداث مش شرط قلب الانسان. يبقى عندي هارت 75 برامج البودكاست، طبعا بودكاست اهي، طبعا قلنا سيريز هي مجموعه من الايديو تمام ايبزودز اللي هي الحلقات الصوتيه خلاص. طبعا ايبزودز هي حلقات، حلقات ايديو، ايديو صوتي تمام خلاص. بعد كده حبايبي حلقات صوتيه. اما الاو اي سي دي طبعا دي ابريفيشن لان وضعناها حروف، هي منظمه الاقتصاد والتعاون والتنميه العالميه، طبعا انا وضعناها حروف يبقى ابريفيشن. بعد كده الجمله 77 هتبقى جيرلز البنات جيتنج بيتر، بيبقوا افضل من الولاد. اما تمام حبايبي يبقى 77 بي. اما طبعا سوزان كوليدج از ان امريكان اوثر، مؤلفه، ودي جت في القطعه ولدت فيه. 79 انسبايريشن بيبقى الهام، تو فولفل، كلمه فولفل يحقق او يشبع، السطر الثاني في الجمله يحقق او يشبع تمام. يبقى عندي هنا الجمله 79 الاولى، فولفل اول كلمه في السطر الثاني يحقق او يشبع. 180 هناخد الاخيره، 180 هناخد الاخيره بي وسي، يشجع وموتيفيت. تمام يا جماعه، لكي نشجع ماي اتموست، اقصى مجهود عندي، ماي اتموست اقصى مجهود عندي، اتموست ايه اكتر مجهود عندي. 80 الاخيره، 81 هتبقى يا شباب هتبقى الاولى، شي سوانج تمام. يبقى 80 الاخيره، 81 طبعا سوانج مرجحت برجليها، سوينج سوانج سوانج خلاص كده حبايبي، يبقى سوينج سوانج سوانج خلاص كده يا جماعه. يبقى ده الماضي منها اللي هو حبايبي الفعل اهو سوينج، التصريف الثاني سوانج، والثالث زيه احنا خدناها دي ماضي. طيب ايه تاني برضو في اون اسوينج، اكتب تعبير اسمه اون اسوينج، اون اسوينج يعني هو في المرجحه او على المرجحه، اون اسوينج في المرجحه تمام. بعد كده 182
يا جماعه 182 بيقول لك 182 طبعا توم بوي اللي هي البنت الايه المسترجله بنت اللذينه دي اهو هي قالت البت ابيت نوتي حلوه قالت البت قالت البت قليلا شقيه ودايما بتدخل في مشاكل في مشاكل يبقى هي بنت مسترجله. اما الاخيره دي ولد جبان الاخيره ولد جبان تمام. طيب 183 هناخد مين طبعا هناخد الاخيره بي وسي حبايبي بيقول لك شي didnt بي وسي بيعتني بي وسي كير اباوت او كير فور يعتني بي اما الاولى يبحث عن فهناخد الاخيره تمام حبايبي. شعارنا السنه دي ما ننساش 1000 كلمه جديده بنحل عليها عدت كلمات طبعا جديده عدت اثناء الحل و1000 فكره ان شاء الله فوق افكار المنهج عشان نبقى مسيطرين وطلاب النجار دايما نار وكتبنا مليانه افكار والجيش النجاري في العلالي باذن الله. عقبالكم يا رب ما تبقوا الاوائل وحفله السنه الجايه تبقوا معايا ان شاء الله. نبدا نحل على الجرامر بقى يلا. A few years ago عدت سنوات منال طبعا cut her hair قصت شعرها وبقى قصير انا كنت مندهش لان كان شعرها طويل بس هي قصته يبقى الاقدم كان شعرها ها ايه كان شعرها حبايبي طبعا ايه قصير وقصته تمام يبقى منال قصت شعرها تمام كده حبايبي خد بالك يبقى رجع تاني يبقى اللي فات ده كان ايه الاقدم لان لما تقص كان في الاول طويل يبقى الاقدم ماضي تام she had always had يبقى الحدث الاقدم ب 85 هتبقى هاد شوكد طبعا هاد شوكد هنا جايبها بقى على قاعده اف بقى يبقى من استخدامات الماضي التام قاعده اف حاله ثالثه قاعده اف في الحاله الثالثه اف بيجي بعديها هاد زائد البي بي هاد زائد البي بي اما بالناحيه الثانيه would have بي بي would have بي بي قاعده اف حاله ثالثه اكتب كده وتفيد الندم وتفيد الندم يبقى تاني الجملة الأولى بيقول منذ سنوات منال cut her hair really short بيقول لك قصت شعرها تمام أنا كنت مندهش بقى لأنه كان إيه طويل يبقى كان طويل أول قصته بعد كده يبقى الأقدم ماضي تام يبقى واحد بي أما اتنين بي عشان دي قاعدة إف تمام حبايبي حالة تالتة لوجد هنا بمعنى يغلق تمام بمعنى يغلق الجملة 85 هتبقى بي 86 هتبقى هاد بليت It was the first game إنها أول مباراة دي هي لعبتها هاد بليت الجملة دي حلوة جدا بقى ركز بقى بص بقى التعبير It is التعبير It is اكتب It is the first It is the first time بيجي بعديه فاعل زائد مضارع تام مضارع Have has be be Have has be be أما الـ It is لو هو It was يلا زي first time فاعل نقول ماضي تام ده it was ده ده it was ده اهو خد بالك من التعبيرات دي دي لعبة مباريات كتيرة جدا خلاص حبايبي ده من تعبيرات الماضي التام اللي بتشيل الحدث الاقدم بعد كده يا شباب الجملة 87 زي couldn't get into هما ما دخلوش البيت لانهم ضاع منهم مفاتيح ضاع الاول يبقى had lost عارف بقى لو couldn't دي كانت لو couldn't دي كانت يبقى ما دخلوش البيت حدث تم وساب اثره في المضارع لو دي كانت كنا خدناها مضارع تام اكتب كده لو كودنت دي كانت كنا اخترناها مضارع تام اما هنا كودنت ما دخلوش في الماضي لانهم فقدوا المفتاح في الماضي التام يبقى هادنت ايه يبقى هاد لوست اللي بعديها المنزل واز ديرتي ها بيكوز ده كان ايه سيء ده هم ما نظفوش الحدث الاقدم ماضي تام عارف بقى لو الواز ديرتي از ديرتي كنا خدناها مضارع تام يبقى اسم اطلع بمعلومه بقى اسمع بقى نطلع بمعلومه اللي تفسير الحدث في المضارع بالمضارع التام طب تفسير الحدث في الماضي بالماضي التام تفسير الحدث في المضارع مضارع تام تفسير الحدث في الماضي ماضي تام ما تنسوهاش بقى عشان نشبك الحاجات اللي شبه بعض بعد كده عندي هنا يبقى خلصنا الجمله 188 وقلنا 88 هتاخد بيه 89 هتاخد الاخيره 89 انا اخد الاخير التلفزيون واز اون كان شغال ما كناش بنشاهده يبقى التلفزيون هنا كان شغال ما كناش بنشاهده خلي بالك كده ما فيش ماضي تام قالك ما كناش بنشاهده ما كناش بنشاهده كان شغال يعني حدثين في نفس الوقت ماضي بسيط ماضي مستمر هو كان شغال واحنا ما كناش بنشاهده سايبينه كده شغال ما فيش هنا اقدم واحدث تمام عندي بعد كده 90 يبقى هاد بروكن هاد بروكن فاوند من افعال الشعور والادراك اذا جاءت ماضي ياتي بعدها ماضي تام اكتشفنا ان في حد اقتحم الشقه دخلنا لقيناها مكسوره يبقى اللي اقتحم الاول
يبقى ماضي تام هاد بروكن، يبقى هاد بروكن اللي بعديها بعد كده هاد اوريدي سين ماضي تام الحدث الاقدم. كارين ديدنت كم، ما جاتش السينما معانا لانها شافت الفيلم ده الاول، يبقى هي شافته الاول، يبقى الحدث الاقدم هيبقى بي، الحدث الاقدم هيبقى بي. بعد كده ات فيرست في البدايه اي ثوت، ات فيرست في البدايه انا اعتقدت ان انا قمت بهذا الشيء الصح، ولكن سريعا ادركت ان انا ارتكبت خطا، ادركت من افعال الشعور والادراك ياتي بعدها ماضي تام هاد ميد. اما 93 ذا بيبل سيتنج، الناس الجالسين، الجالسين على وزن فاعل، اسم فاعل، الجالسين في الطياره كانوا متعصبين جدا ليه؟ بفسر بس تفصيل ماضي بالماضي التام لانه ما ركبوش طيارات قبل كده، يبقى هاد نيفر فلون، هاد نيفر فلون. تمام، طب ما هي هي هادنت فلون معايا ولا لا؟ يبقى ايه وسي، بنختار الاخيره. تمام كده يا جماعه، خد بالك لان نيفر بتفيد النفي، يبقى هادنت فلوين هي هاد نيفر فلوين، يبقى نختار الاخيره. طب يا مستر اكتب ورايا كده، هي ادميتد، هي ادميتد، هو اعترف، ادميتد اهو، هو اعترف، اعترف ان قتل، قتل الاول ولا اعترف الاول؟ قتل الاول. يبقى هي ادميتد، هو اعترف ذات هي هاد كيلد، ان هو قتل. يبقى نطلع بمعلومه، فعل ادميت اكتب، يعترف به، بياتي بعده حاجه من الاثنين، اما ing اما ياتي بعده فاعل ماضي تام. اما اقول هي ادميتد كيلينج على طول، هي ادميتد كيلينج على طول، اكتب ادميت ing، اما ادميت فاعل ماضي تام، اما ادميت فاعل ماضي تام. خلاص كده يا شباب، خد بالك من الحاجات دي حلوه جدا. طيب ايد رازر يو، ايد رازر يو، انا اتمنى، حط ده على لاست، اكتب كده جنبيها التمني في المضارع بالماضي البسيط، التمني في المضارع ماضي بسيط. طب التمني في الماضي بالماضي التام، اكتب التمني في المضارع بالماضي البسيط زي اللي خدناها فين في يونت 1، اساليب التمني ازف، تمام حبايبي، وازو والحاجات دي. التمني في المضارع ماضي، التمني في المضارع بالماضي البسيط، التمني في الماضي ماضي تام. ايد رازر يا ريتك انت، اتمنى لو انت كنت انهيت التقرير الجمعه اللي فاتت، التمني في الماضي بالماضي التام، ماضي تام. يبقى الحل هاد فينيشت، الحل مين؟ هاد فينيش، التمني في الماضي بالماضي التام. هسمعكم حته دي معلومه بس بالله عليك، يبقى اكتب لي في التعليقات، يعني ادعي لي دعوه كده بالله عليك، استحلفكم بالله، خلاص اسمع المعلومه دي. ايد رازر يو، انا ايد رازر فاعل، ها خدنا ماضي تام عشان التمني في الماضي. عارفين لو شلنا يو، عارفين لو شلنا يو ها وسبنا لاست، يعني ايد رازر بس كده، اختار، اختار، تخيل انا اختار ايه، تخيل، اطلع فوق اكتب ورايا كده ايد رازر، تمام ايد رازر، اكتبها فوق كده ايد رازر، بعديها تروح كاتب كده بعد ما تكتب ايد رازر اهو، ايد رازر اهو، تكتب بعديها كده بدون فاعل، بدون ايه؟ فاعل، بعد ايد رازر تكتب بدون فاعل. تخيل هنختار ايه؟ اوبا هاف وهاز زائد البي بي، هاف او هاز زائد البي بي، وفي الاخر نكتب كلمه داله على الماضي. يعني لو لقينا ايد رازر بس ما فيش فاعل، ما فيش فاعل وفي كلمه داله على الماضي، نختار مضارع تام. يبقى مين يقول لي التمني في الماضي ليه كام طريقه؟ اثنين، اما ايد رازر واجيب فاعل واختار ماضي تام، اما ما اجيبش فاعل واجيب مضارع تام بس ما اجيبش فاعل. يبقى حل الجمله هيبقى ازاي؟ اكتب ايد رازر، هتبقى ايد رازر هاف فينيشد، ايد رازر هاف فينيشد على طول، ايد رازر هاف فينيشد على طول، ما تنسوهاش، ايد رازر هاف فينيشد على طول، ذا ريبورت لاست فرايداي. ابقى وقف الفيديو اسمعها تاني مره واثنين وثلاثه، خلاص يا شباب تمام. اما بقى التمني في الماضي طبعا بالماضي التام، التمني في الماضي بالماضي التام بس يكون في فاعل. طب لو ما فيش فاعل يبقى في اللحظه دي نحط مضارع تام، الكلام ده في اي درازه. طب في حاله اي ويش، لا اي ويش لازم تجيب وراها فاعل، اي ويش تجيب وراها فاعل، اي ويش لازم تجيب وراها فاعل، اي ويش لازم تجيب وراها فاعل، اكتب من فوق اي ويش اي هاد فينيشد ماي هوم ورك لاست نايت، I wish I had finished my homework last night. يبقى لو شلنا الفاعل في حاله ايد رازر نكمل بمضارع تام. طب لو ما شلنا، لو ما شلناش الفاعل نكمل بمضارع تام. طب لو حطينا الفاعل يبقى ماضي تام. شلنا الفاعل مضارع تام، ده في ايد رازر بس. حطينا الفاعل نكمل بماضي تام. شلنا الفاعل نكمل بمضارع تام، ده في ايد رازر بس.
اما اي ويش لازم نحط الفاعل والتمني في الماضي بالماضي التام. طب يا مستر في حاله وود سونر، ما وود سونر خدناها في التمني، برضو نحط الفاعل ونجيب ماضي تام، ده التمني في الماضي بالماضي التام. حاجات حلوه جدا من حبايبي الحلوين والشاطر اللي بيكتب. طب يا مستر اي دراذر، طب لو عايز انفي اي دراذر، فاكرين لما خدنا في يونت 1 اي دراذر زائد المصدر اي دراذر جو، اي دراذر لو مفيش فاعل بنجيب مصدر، ها التمني في المضارع اي دراذر مفيش فاعل بنجيب مصدر، التمني في المضارع اي دراذر مفيش فاعل نجيب مصدر، كل ده كان في يونت 1. افتح يونت 1 وشوف، اكتب انظر يونت 1 حالات التمني وشوف، على قد ما تتعب ربنا هيديك. عايز انفي اي دراذر تبقى اي دراذر نوت، اكتب نفي اي دراذر، اي دراذر نوت زائد المصدر، 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 ده نفي اي دراذر اللي بيجي وراها مصدر. طيب خدنا برضو في تعبيرات التمني تعبير اسمه ات از تايم، اكتب اتس تايم، اتس تايم فاعل ماضي بسيط، اتس تايم فاعل ماضي بسيط، التمني في المضارع. طب لو الات از بقت ات ووز، نقول ات ووز تايم فاعل ماضي تام، ات ووز، ات ووز، انا العيل الشاطر حاليا قاعد مبسوط، ات ووز تايم فاعل ماضي تام، دي برضو من استخدامات الماضي التام، زي ما خدنا ات از ذا فيرست تايم فاعل مضارع تام، ات ووز ذا فيرست تايم فاعل ماضي تام. يشهد الله معلومات مهمه جدا، يا ريت تشد حيلكم وتشتغل معايا جامد. الجمله 95 اي وش لسه قايلينها، التمني في الماضي، خلاص التمني في الماضي تبقى الماضي التام، يا ريتني ما كنت ضيعت فلوسي، يبقى الحل هتبقى سي. برضو التمني في الماضي ماضي تام، بالامس اختي ادتني كتاب اللي هي خلصته، يبقى خلصته الاول يبقى ماضي تام، ذا داي بيفور، حطها في دايره، اكتب التعبير ده من التعبيرات الداله على الماضي التام. 97 هتبقى تاخد سي، 97 هي وازنت الاود، هو لم يسمح لي ان يحضر المؤتمر حتى سمح لي، يبقى دي انتيل، ادي حبايبي انتيل جاي بعدها ماضي تام، قبلها ماضي بسيط، ماضي بسيط منفي مثبت عادي، هنا الماضي البسيط جاي مجهول لم يسمح اليه، واز وير ويل بي بي. 98 الجمله هتبقى واز اي ديدنت اوبن، ما فتحتش الباب ليله امبارح لاني كنت نايم، اي واز، اي واز، معايا ولا لا؟ واحد يقول لي طب ما ناخدش ليه ماضي تام، اقول له يا حبيبي الماضي التام ده الاقدم، معناه ان انا نمت وخلصت وصحيت، طب ما لو انت صحيت ما فتحتش ليه الباب؟ يبقى هنا هو بيحكي عن احداث قديمه، احداث متتابعه، بيحكي قصه، يبقى الاثنين ماضي بسيط. ما ينفعش ماضي تام، لو ماضي تام معناها كان نام في الاقدم وصحي، طب ما لو صحي ما فتحش ليه؟ اما هو بيقول له انا ما فتحتش، دي جمله حلوه برضو، اسليب معناها نايم اللي احنا بدانا بيها. حبايبي الحلوين قلنا واز، 99 هتبقى وركد، 99 هتبقى وركد، بيفور ذات، بيفور ذات، هنا حبايبي 99 هتبقى وركد، تمام يا جماعه؟ بيقول له اي ورك، انا شغال في شركه، هنا بقى بيقول له انا شغال في شركه سياحه الان، معايا ولا لا؟ قبل ذلك انا اشتغلت في ايه؟ في ان اديبارت، تمام، ديبارتمنت ستور، في متجر او مكان للبيع والشراء، ده مضارع، ده مضارع، يبقى الحدث اللي انقطع ماضي بسيط، ده مضارع، عارف لو الاولاني ده ماضي يبقى الاقدم ماضي تام، ده مضارع، انا حاسس في اللحظه دي، في ناس بتقول لك انا اقسم بالله انا حاسس في اللحظه دي، في ناس بتعمل كده، معايا ولا لا؟ تمام، يبقى هنا عارف لو ده ماضي كنا خدناها ماضي تام، عشان في ناس بتبقى حافظه تقول لك بيفور ذات عايزه ماضي تام، اهدى اهدى اهدى، هو بدا بالمضارع ما بداش بماضي بسيط، يبقى هنا الحدث اللي انقطع اكتب ماضي بسيط، الحدث انقطع ماضي بسيط. اللي بعديها طبعا بيكوز شي ستادد، اهو بيكوز شي ستادد، اهو بيقول لك برضه هي نجحت في الامتحان لانها ذاكرت، طب ذاكرت الاول ماضي تام، مفيش ماضي تام، يحل ماضي بسيط محله، عشان بس الناس ايه ما تتروش كده وهي بتحل. اللي بعديه هاد نير، اهو ده هنا الحدث الاقدم، ده هي تقريبا رجعت كل الدروس قبل، ادي باي وادي يسترداي، باي وتاريخ ماضي ماضي تام، اهو اهو، يبقى دي. تيجي اقول لكم معلومه حلوه بس تدفع تدعي لي دعوه، ماشي؟ انا خلصت كل الدروس، مش كل الدروس دي كميه، اي كميه او عدد خدناها في يونت 1، اي كميه وعدد في المضارع مضارع تام، طب اي كميه وعدد في الماضي ماضي تام، هنا كميه وعدد جت في الماضي يبقى ماضي تام، حاجات حلوه ويا بخت اللي بيكتب. الجمله 202 هتبقى ليفت، وين عندما انا وصلت القطر كذا، ده انا كنت ملحوظ ايه، شوف 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 شوف، ده انا لحقته، ده انا لحقته، خلي بالك ده انا كنت لاكي جدا،
ده انا لحقته. ما دام لحقته يبقى لما انا وصلت، لما انا وصلت القطر كان توا هيمشي. تتابع تتابع. يعني انا داخل القطر بيعمل كيف، القطر هيتحرك. رحت انا نطيت جواه. عارف قال لك انا كنت محظوظ ان انا جبته معايا ولا عشان كده خدنا ايه. اما لو قال لك انا حزين يبقى القطر ماشي الاول، كنا خدنا القطر ماضي تاني. اما هنا بيقول انا محظوظ، انا داخل القطر بيصفر هيعلن ان هيمشي، يبقى الحل هتبقى الاولى. اما بعد كده مين بيبو الكثير من الناس ماتت. تمام جمل حلوة يا جماعة. السنة اللي فاتت لانهم اصيبوا بكورونا فيروس، طبعا اصيبوا الاول، يبقى هات كوت هات كوت. وعجبني يا جماعة كلمة كاتش اديزيز. اي فعل كاتش بيجي مع الامراض لا يأتي في المجهول، اي فعل كاتش بيجي مع الامراض لا يأتي في المجهول، يبقى هات كوت. بعد كده حبايبي هتبقى هاد ليفت. لما انا وصلت القطر كذا، اوبا انلاكي، غير محظوظ، انا غير محظوظ لنفط. اه خلاص ده انا افتقدته، يبقى القطر ماشي الاول. هالجمله اللي كنت بتكلم عليها الحل هنا ب، خد بالك بقارن بين الجملتين. 205 بيرلي حبايبي، طبعا بيجي وراها صيغه سؤال، يبقى هاد شي ستادد، هاد شي ستادد. تمام بيرلي هاد شي ستادد، ات واز اونلي وين، طبعا دي روابط كلها ما فيهاش حاجه. اللي بعديها 207 هافينج بين بانشد، اهو بعدما عوقب، قاعده هافينج بين بعدما عوقب، هو ما عملش ضوضاء مره اخرى واخطاء مره اخرى. اللي بعديها هتبقى هالبت، ودرازر فاعل، ودرازر فاعل ماضي بسيط، التمني في المضارع بالماضي البسيط. اي ام ان ريل فيكس، حلو اي ام ريل فيكس، معناها انا في مأزق، انا في مأزق، الكلام مضارع، يبقى التمني في المضارع بالماضي البسيط، انا في مأزق. اي ام ان ريل فيكس، انا في مأزق. هي هي يا حبايبي، اكتب كده جنبيها ان، جماعه الامريكان لما يبقوا في مأزق يقول لك ان، ها حبايبي يقول لك ان هوت ووتر، ان ا هوت ووتر، ها اوعى تقول لي بقى انا في الميه السخنه، سخنه مين يا عم الحاج، خلاص دي في مأزق. I'm in really fix، in real fix معنا. وهنا خدناه helped. الجملة 209 as if، التمني في المضارع بالماضي البسيط، يبقى عندي يا ماشية كما لو كانت برنس، كما لو كان هو أمير. تمام خلاص كده حبايبي. بعد كده الجملة 210 as though، أساليب التمني، بيقولك she behaved، اتصرفت، هنا ماضي بقى، التمني في الماضي بالماضي التام، بيقولك هي تصرفت. تمام كما لو كانت ايه، طبعا تمتلك هذا المكان. طبعا يا جماعة الماضي التام، الماضي التام تمام، هو الحدث الاقدم. طب لو مع الحدث الاقدم ده راح حاطط لك مدة، يبقى ده اسمه الماضي التام المستمر. يبقى نكتب كده ان في زمن اسمه الماضي التام المستمر، had been زائد الفيرب زائد ing، الماضي التام المستمر، هو هو الماضي التام بس بيبقى معاه فترة. مثلا 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 لما اجي اقول لك after، ها I had written، بعد ما كتبت my homework، بعد ما كتبت واجبي، لا انا اقول I had been writing، يا شباب writing my homework for 2 hours، بعد ما عدت اكتب واجبي لمدة ساعتين. my father came، بابايا جه، came ماضي بسيط، هو هو الماضي التام المستمر، هو هو الماضي التام بس ترمينه فترة. يعني يجي بعد افتر ويجي قبل بيفور، هو هو بس بفترة، هو هو بس بفترة، ده الماضي التام المستمر. بعد كده يا شباب هنخش بعد كده على الجملة 211. 211 طبعا هتبقى نقد. وي وير، كنا في نص الطريق، في طريق الباس الممر، عندما موجة راحت خبطتنا، احداث متتابعة حبايبي، تتابع احداث يبقى نقد يخبط. اما ليتل طبعا حبايبي ليتل، الجملة 212 هيجي بعديها ديد، هيجي بعديها ديد. طب ليه يا مستر ديد؟ ديد فاعل مصدر. عزيز الطالب القمر السكر السكور، خدناها في اول حصة، اي ظرف يفيد النفي يأتي اول الكلام يأتي بعده صيغة سؤال، اي ظرف يفيد النفي يأتي اول الكلام، زي نصونر وهاردلي وبيرلي والليتل والنيفر والسيلدم. يلا يجي صيغة سؤال، حاجات كلها واخدنا بس عايزة تركيز. شوف بقى لما نحضر حصة بحصة وما بغيبش وبحل واجب واجب، المعلومات تتكرر معايا. انزل الجملة 213، ذا ترين، القطر طبعا هاد بين امبيدد، طبعا فرغ، فرغ قبل بيفور اهو،
لما عرفوا ان ايه تمام ايه سواق القطر. لكن لحزن الحظ القطر طبعا ايه had been embedded just moments في لحظات ايه قبل so the only person قبل الشخص الوحيد اللي on board في الخارج was the train driver. تمام يعني القطر حصلت مناسبة كده يعني قلق راحوا مفرغينه بسرعة قبل ما ايه خلاص اخر واحد يخرج كان السواق. تمام يا جماعة فرغ ماضي تم مجهول لحسن الحظ 14 had been hurt 14 had been هيرت اهو أصيبة هو قال ان هو كان سعيد واني محدش اصيب اصيب الاول ماضي تام مجهول هنا after بدون فاعل ing بس يكون الجملتين لنفس الفعل doing اللي بعديها تامر left تمام يا جماعة having تصريف ثالث الناحية التانية بيبقى ماضي بسيط الناحية التانية بيبقى ماضي بسيط 17 يا جماعة had read 17 هتبقى had read عندما هو قرأ القصة شاف الفيلم يبقى هنا طبعا قرأ الاول حبايبي الحلوين الجملة 218 طبعا بيقول لك as soon as بمجرد جي وراها ماضي تام يبقى بعدها ماضي بسيط يبقى 18 هتاخد بي 18 هتاخد بي اما 19 يا شباب هتاخد ماضي تام 19 هتبقى ماضي تام هتسكيب البوليس وصل بايزن حلوة بايزن 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 زيها زي افتر كده خلاص اللص ايه هرب يبقى بايزن زيها زي افتر خلاص كده يا جماعة بايزن تمام كده يا شباب ايه تمام وطبعا بكل بساطة بايزن باي يسترداي باي ماضي ماضي تام ما تنساش حطها في دايرة كده وتكتبها تمام 20 تبقى هاد بين فاوند هاد بين فاوند اللي هو ماضي تام مجهول المكان وجد هو ما ركنش عربية حتى مكان وجد اما الجملة 21 هتبقى هادت شجد هادت شجد طب ليه هادت شجد قبل بيفور اهو قبل بيفور وهيدلاينز عناوين الايديتور المحرر وجد او فحص او ايه طبعا هادت شجد فحص كل العناوين 21 تاخد الاولى بعد كده عندي 22 هناخد اتشيفد تمام 22 هناخد اتشيفد يبقى عندي هنا يا شباب طبعا الجملة 21 هناخد الاولى 21 الأولى تمام؟ طيب 21 الأولى أما بقى 21 قلنا الأولى أما 22 هتبقى achieved أهو بيقول لك last night ليلة امبارح أمير اللي عمره 19 سنة أخيرا حقق إنجازه تمام؟ اللي هي had اللي كان إيه؟ تمام؟ لديه هذا الحلم منذ ما عمره 6 سنين يبقى يا شباب يا حلوين الجملة دي في غاية الأهمية since يأتي قبلها ماضي تام لو الحدث انقطع خد بالك منها دي اللي انا مليتها لكم دي سينس ياتي قبلها ماضي تام لو الحدث انقطع تمام يبقى هو حقق حلمه وقلنا لما حقق حلمه تمام ده ما يبقى ماضي بسيط سينس ياتي قبلها ماضي تام لو جه معاها جمله ماضي بسيط هو ده الماضي البسيط هتاخد الاولى سينس لما بياتي قبلها ماضي تام يبقى الحدث انقطع مش ما زال وياتي معاها ماضي بسيط قبلها الجمله الاولى تمام الجمله 223 الجملة 223 سكوريت برضو نفس القصة تمام حبايبي يبقى هنا برضو الحدث هنا بيقوله كان حلم تمام كان حلم ان يبدأ في حياة عملية دولية لانه هو حصل على ايه حصل على احرز مستوى عالي جدا سكوريت احرز طبعا هنا ما جايبش ماضي تام عارف لو في ماضي تام كانت تبقى ايه افضل لانه احرز بعد كده حقق حلمه هو ما جابش هنا ماضي تام فالمفروض كان ماضي تام اقوى ولكن مفيش يحل الماضي البسيط ويبقى هنا يعبر عن تتابع 24 هتبقى هاد سفرد تمام هو تشوزن اختيره تمام من اجل الفريق بعد ما ايه احمد تمام صبحي توب سكورر الحارس الكبير احرز تمام او عانى من اصابه طب ده عانى الاول بعد كده اختاروا ده يبقى ده الاقدم يبقى الحل سي الجمله اللي بعديها هاد سفرد بعد كده الجمله اللي بعديها هاد بين بيقولك هو قال ان افتر ذا ماتش بعد المباراه كانت حلمه هو قال المباراة دي كانت حلمه الحلم كان في الأول وتحقق طبعا يبقى هنا سي الحلم كان في الأول بعد كده هو حققه أما 26 يا حبايبي ووستولد حلوة ووستولد أخبرة على الرغم أن في المدرسة هو أخبرة فريكوينتلي مرارا وتكرارا بواسطة أستاذه أن هو عنده موهبة ولكن هو لم يصدق ذلك يبقى أخبرة الأول أخبرة الأول أنه عنده موهبة أخبر طب أما هو أخبر كان عنده الموهبة يعني الموهبة تمت في الأقدم أو هي اللي عنده في الأساس يبقى هو أخبر ماضي بسيط أخبر وهنا ماضي بسيط مجهول خلاص
يبقى على الرغم ان هو اغبر ان عنده الموهبه، خلي بالك ان عنده الموهبه تمام هي الاساس، خد بالك تمام كده، ولكن هو مش مصدق. خلاص كده يا شباب، يبقى هو اغبر. يبقى was told 27 هتبقى had been buried. 27 had been buried بيقول لك منذ يومين تمام. هيستوريان مؤرخ كبير جدا وفريق بتاعه اكتشفوا ايه اثار قديمه ليها عمر 15 سنه التي كانت دفنت منذ ايه 3600 سنه. دفنت الاول، هم لقوها، لقوها في الاحدث، دفنت الاول ماضي تام، وماضي تام هنا مجهول يبقى تاخد الاولى. ماشي. اللي بعديها الجمله 28 هتبقى بين، 28 هتبقى بي هاد بين جيفن ماضي تام برضو مجهول نفس الفكره. 28 بي ماضي تام اعطيه تصريح لكي يستكشفه تمام نيكروبوليس مقبره، لكي يكتشفوا مقبره. اعطيه تصريح لكي يكتشفوا او يستكشفوا مقبره في لوكسور. يبقى هما اخذوا التصريح الاول لكي يستكشفوا، يبقى الاقدم. 29 انا اخد هاد، 29 هاد تو ووكرز، اتنين ماشيين جالهم ايه بقى الاكي اسكيب لاست نايت. طبعا لاست هنا ماضي بسيط، يبقى هنا عايزين ماضي بسيط بعد ما العاصفه ضربتهم في المنطقه ساحليه او قريه ساحليه، يبقى هنا هاد ماضي بسيط عشان لاست. هنا ما ينفعش ماضي تام عشان ما بينش ان في اقدم واحدث تمام. يبقى عندي ماضي بسيط تو ووكرز هاد الاكي اسكيب هربوا ليله امبارح افتر بعد ما العاصفه ضربتهم. هنا في طبعا تتابع، ما ينفعش هنا اقول ماضي تام. ماضي تام ازاي؟ ما ينفعش الماضي التام يا عسل يجي قبل افتر، دي افتر، ده افتر جاي وراها ماضي بسيط، يبقى قبلها ماضي بسيط. ماشي. اللي بعديها 230 هتاخد سي، 230 هتبقى سي هاد بلون. بيقول لك الامطار بدات الساعه 5 تمام وقبل 6 الرياح القويه بقى هاد بلون هبت على الفوت باس على الممر تمام بتاع الايه الطريق البحري. تاني يا شباب نقولها تاني بالراحه كده، بيقول لك هيفي رينز الامطار بدات الساعه 5 بي ام مساء وقبل 6، هي بدات 5 وقبل 6 شوف كده، اند باي 6 بي ام سترونج ويندز. خلي بالك الامطار بدات، الامطار بدات، كان قبلها في رياح، كان قبلها في رياح، يبقى الرياح هبت ايه كانت في الماضي التام. A lot of water onto the A footpath on the sea left. خلاص حبايبي. طيب نرجع بعد كده، قلنا هاد بلوين الجمله 231 الرياح هبت بعد كده جت الامطار، يبقى الاقدم. الجمله 231 تبقى هاد بين تشيكد الحقائق تفحص بواسطه تمام الصحفي بيفور، بيفور قبلها ماضي تام، يبقى هنا ماضي تام ايه مجهول لانها فحصت. حبايبي الحلوين 232، 232 هناخد طبعا سي A و B، هناخد C A و B تمام. ليه يا عمي؟ افتر ماضي تام صح وماضي بسيط صح على اساس انها تتابع وماضي تام. اما 230 هاد، 233 هاد بروكن، هاد بروكن بيقول لك بالامس انا كنت بعمل الواجب وفجاه سمعت صوت، انا جريت، اتاري قطه كسرت الفازه، يبقى القطه كسرت الاول تمام، يبقى هاد بروكن. بعد كده 34 هاد ميد، 34 هاد ميد عمل الحادثه الاول. 35 هاد انترفيود، هاد عندما هم عملوا مقابله مع الناس وكتبوا القصص فالصحفيين ادوا بقى رايهم، ادوا رايهم بعد ما تمت المقابله. طب تمت المقابله هاد انترفيود، يبقى الاقدم ماضي تام، الاقدم ماضي تام. 34 بي، يبقى 35 هتبقى سي. 36 هتبقى مين؟ 36 هتبقى بي وسي، 36 هتبقى بي وسي اهو. 36 ماي بايك عجلتي كانت مبتله بالماء بالامس لاني انا غسلتها، انا غسلتها، ممكن اقول غسلتها، ممكن اقول كنت بغسلها، اي كان وكنت ماضي مستمر. حبايبي الحلوين 37 هتبقى ليفت، 37 هتبقى ليفت لان بعد ما سالوه مشي، يبقى سالوه الاول بعد كده مشي. وانس هنا اكتب بتساوي as soon as، يبقى 37 ها ماضي تام ثم ماضي بسيط، يبقى ليفت. 38 هتبقى هاد بين كوت، هاد بين كوت. خلاص كده يا شباب هاد بين كوت الحيوانات المتوحشه تمام كانت تمسك بواسطه البوليس او رجال الشرطه افتر ماضي تام. اللي بعديه هتبقى ارايف باي ذا تايم، اهو بيجي زي بيفور بيجي بعديها ماضي بسيط، اما افتر اهو بيجي بعديها ماضي تام، بيجي بعديها ماضي تام، يبقى الحل سي، يبقى الحل سي يا شباب، يبقى الحل سي هاد ديسكفرد.
ماضي تام. اللي بعديها هتبقى عندك برضو وانس زي as soon as بيجي بعديها ماضي تام، بس هنا الماضي التام جاي في المبني للمجهول، يبقى هاد بين بوت اوت. تمام. الحريقه اطفيت بواسطه الفاير فايتر، رجاله المطاف يطفي حريق اللي هي بوت اوت. تمام يا شباب. يبقى 41 هنختار الاخيره، 42 هناخد هاد جن، 42 هناخد هاد جن. بيقول لك عندما انا ذهبت للمحل تمام الراجل الشوب كيبر البياع هاد جن فورتي راح ياخد شاي، لذلك انا اضطريت انتظره. يبقى الراجل راح الاول يبقى هاد جن. 43 هنختار الاولى. بص بقى ادي انتل 43 هنختار الاولى، ادي انتل. تمام يا جماعه انتل. هنا شوف بقى بيقول لك ايه الجمله، بيقول لك مايك الواد مايك كان بيفكر في العرض تمام حوالي اسبوع انتل حتى وصل للقرار النهائي. يبقى هو وصل الاحدث فكر الاول. طب ما فكر ماضي تام، فكر ماضي تام. تمام. طب ما الماضي التام جاي معاه مده فور اولموست ا ويك، ولسه قايل لك الماضي التام لو جه معاه مده يبقى ماضي تام مستمر، يبقى الحل هي الاولى. شفت بقى وانا بعمل ده كله تلاقي في حد راح باصص على الجمله قال لك انتل عايزه قبلها ماضي بسيط. الله يخرب بيتك، مش شرط انتل معناها حتى، مش شرط الماضي التام، مش شرط الماضي التام هيبقى جاي دايما بعديها حسب المعنى. وخد بالك من الحته دي، ودي احلى حته من وجهه نظري. خلاص ممكن تعمل كحرف جر وتبقى جايه حسب المعنى. 43 الاولى. 44 had moved by the time ماضي بسيط الناحيه الثاني ماضي تام. 44 had moved. 45 الاولى. 45 الاولى had been given ماضي تام مجهول، ماضي تام مجهول. بيقول لك مروان انتر دخل فيرست فوتو كومبيتيشن مسابقه تمام الصور او الرسم عندما he was only كان عمره 8 سنين افتر بعد ما هو منح كتاب. شوف يبقى منح الكتاب الاول افتر اهو. يبقى عندي هنا had been given. 46 هتبقى had been. 46 هتبقى had been until حتى كوفيد 19 arrived وصل تمام كان دخل البلد ايه had been كان السياح، يبقى كان الدخل الاول قبل كوفيد 19. 47 هتبقى had seen. had seen الحدث الاقدم لان سد من افعال الشعور والادراك اذا جه ماضي ياتي بعدها ماضي تام. عندي 46 قلنا الاولى، 47 الاخيره. 47 الاخيره. طب ايه الكلمه اللي بعد النقط فليمز السنه النيران تمام بيقول لك في نص الليل في ست اتصلت مره اخرى وقالت انها شافت السنه نيران، يعني هي شافت الاول وبعد كده اتصلت الاقدم. بعد كده وين تبقى وين ارايفد. ها وين arrived وين ماضي بسيط هنا طبعا ثم ماضي تام هنا وين بتساوي before. 49 had forgotten. 49 had انا اعتقد ان انا انهيت واجبي ولكني ادركت ان انا ما ان انا نسيت. ادركت يجي بعدها ماضي تام ان انا نسيت الصفحه الاولى. تمام كده حبايبي او اخر صفحه. The woman الست had found قبل before تمام هات فونت اللي بعديها افتر جاي بعديها ماضي تام قبلها ماضي بسيط. واخر كلمه سين مكان الحادث او مكان الجريمه. اللي بعديها روبرت كان جعان واز هانجري لانه ما اكلش الاول. بعد كده حبايبي هتاخد سي تمام بيقول لك مستر لويز واز ريلي انجري كان غضبان بيكوز لانه كان بينتظر في المستشفى ليه كذا، انتظر الاول الحدث الاقدم ماضي تام في مده يبقى ماضي تام مستمر. تمام اللي هو الماضي التام هو الماضي التام المستمر. يبقى had been waiting الجمله 54 تبقى had been trying. 54 هتبقى had been trying. تمام يا شباب. طب ليه يا مستر had been trying وين عايزه ماضي تام؟ طب ما في مده وين عايزه ماضي تام بس في مده يبقى ماضي تام مستمر. يبقى الحل بيه هو بس في فتره. شوف الايموجي بيعمل لك كده. تمام يلا حبايبي يعني شوفوا بيعمل لك كده، شوف المنظر بالظبط. تمام الجمله رقم تمام 254 تمام 254 قلنا الجمله هتبقى ب 55 هاد فيكسد. 55 هاد فيكسد اهو. 55 هاد فيكسد اهو. بيقول لك ماي فازر صلح بقى الشباك باي ذا تايم اهو قبل باي ذا تايم ماضي تام. اللي بعد كده 56 هتبقى هاد بين لوكينج. هاد بين لوك اعرف ما دام خدت ماضي تام مستمر اعرف ده الحدث الاقدم وفي مده يبقى ماضي تام مستمر. تمام الجمله 57 هتبقى هاد اوريدي سولد
الحدث الاقدم had already sold. تمام كده حبايبي؟ يبقى الجملة 57 had already sold الحدث الاقدم الاولى. تمام 57 الاولى. بعد كده 58 هتبقى سي. 58 هتبقى سي. 58 هتبقى سي. بيقول لك الايه الترافيك المرور كان صعب جدا امبارح. اند بيفور بيفور عايزه ماضي بسيط. اما عندي 59 هتبقى هاد بروكن الحدث الاقدم. الحدث الاقدم اكتشفت. اكتشفت حط تحتيها خط من افعال الشعور والادراك يجي وراها ماضي تام. بعد كده هاد بروكن 60 هنختار الاخيره. 60 هنختار الاخيره لان اعطيك اول داي بتفيد الاستمراريه قبل وانه ماضي تام في مده يبقى ماضي تام مستمر. 61 نفس القصه بيفور قبلها ماضي تام في مده يبقى ماضي تام مستمر ادي المده 4 ويكس. تمام الجمله 62 افتر عايزه ماضي تام في مده يبقى ماضي تام مستمر. ماضي تام مستمر اللي هي الثانيه. تمام 63 63 هتبقى هات سنت انا ارسلت 3 ايميل ماضي تام قبل بيفور. قبل بيفور ماضي تام. وفي عدد وكميه اي عدد وكميه في الماضي ماضي تام. اي عدد وكميه في المضارع مضارع تام. يبقى هات سنت 64 64 هات بين دانسينج اهو يا حبيب قلبي. بيل وجين كانوا تعبانين جدا لانهم كانوا بيقصوا على خشبه المسرح ستيج خشبه المسرح. رقصوا الاول والحدث الاقدم خد مده. رقصوا الاول والحدث الاول خد مده يبقى ماضي تام مستمر. يبقى 64 الاخيره. 64 هتبقى الاخيره وفي مده يبقى ماضي تام مستمر. 65 الواد جورج هادنت نون. تمام الواد جورج هادنت نون اللي هي رقم سي هتبقى رقم سي. مش هينفع دي لان فعل نو ما بياخدش اي ان جي. فعل نو ما بياخدش اي ان جي ما يعرفش الاغنيه حتى سمعها. تمام خدتوا بالكم انت اللي جاي قبلها ماضي تام على اساس المعنى ما يعرفش اغنيه حتى سمعها ما عرفهاش الاول بعد كده سمع. يبقى هادنت نون 66. تمام 66 بيفور بيجي قبلها ماضي تام. 66 بيفور بيجي قبلها ماضي تام. تمام بيجي قبلها ماضي تام 66 خلاص كده اهو. 66 بيفور بيجي قبلها ماضي تام يبقى هاد لوست. هاد لوست اهو بيفور قبلها ماضي تام وكلمه ادرس اللي هي العنوان طبعا. بعد كده يا حبيب قلبي يبقى 66 ماضي تام. 67 هتبقى ستوبد. 67 هتبقى ستوبد اهو افتر ماضي تام ماضي بسيط. 68 قبل بيفور ماضي تام. 8 ادي بيفور قبلها ماضي تام خلاص. مسز امال هاد بريبيرد جهزة التقرير من اجل المدير يبقى ماضي تام. بعد كده اللي بعديه هاد انت سين. هاد انت سين خلاص. هاد انت سين هو كان مندهش ان شاف ايه. هي كانت مندهشه لما شافت منى اللي ما شافتهاش ليها فتره. ما شافتهاش الاول. ما شافتهاش الاول الاقدم ماضي تام. يبقى 69 سي. 69 سي. 70 هاد جت. 70 هتبقى هاد جت اهي. 70 هات جت. بيقول لك ات واز تو ليت كان فات الاوان عن ان انا اقنع. تمام متى تو ريتيرن ان يرجع لانه هو خلاص هات جت اون ذا باس كان ركب الاتوبيس فات الاوان يبقى ركب الاول يبقى الاولى الاقدم. تمام 71 71 دي مهمه. دي مهمه 71 اهي 71 حط خط تحت هاو لونج حط دايره على وين جه وراها ماضي بسيط يبقى ده ماضي تام مستمر. ركز بقى اكتبها لي بقى يلا هاو لونج اكتبها لي بقى هاو لونج. تمام كده زائد ماضي تام مستمر هنا نحط وين او بيفور زائد ماضي بسيط علامة استفهام. دي قاعدة من قواعد هاو لونج. هاو لونج ماضي تام مستمر بعد كده وين او بيفور ماضي بسيط اهو. تمام هاو لونج تحب افسرها لك افسرها لك. وان جاي بعدها ماضي بسيط عايز قبلها ماضي تام. طب ما كلمه لونج مده المده يعني استمراريه فيبقى ماضي تام مستمر عشان خاطر يبقى اسمعها تاني اهو. وان بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي تام. طب ما لونج مده والمده تدي استمراريه يبقى ماضي تام مستمر عشان خاطري يبقى اكتب الحاجات دي وذاكرها بعد ما يخلص الفيديو. 272 272 هتبقى ستارتد هتبقى ماضي بسيط. تمام انا بدات اللعب وين لما كان عمري كذا يبقى هنا طبعا ايه لما كان عمري كذا بتكلم عن عدم ماضي عدم ماضي ماضي بسيط. ستارتد
اللي بعديها بيقول لك اهو تاني اهو ادي بيفور جاي بعدها ماضي بسيط قبليها تمام يا حبايبي ماضي تام يبقى هاد يو ايفر كم تمام كومبيتد هل انت نافست فيه قبليها ماضي تام كومبيت ينافس على الكلي كورتس اللي هي الملاعب الصلصال 74 لسه قايلين ات واز ذا فيرست تايم ده ماضي تام طب لو ات از ذا فيرست تايم لو ات از ذا فيرست تايم كانت خدت مضارع تام 275 275 باي ذا تايم ماضي بسيط الناحيه الثاني ماضي تام يبقى هاد من هاد فولت 76 هتبقى الاولى 76 الاولى اهو ادي بيفور معاها مده يبقى ماضي تام مستمر 76 الاولى 77 هتبقى هاد رانك هاد رانك شرب الميه قبل بيفور اهو كميه وقبل بيفور ماضي تام 78 هتبقى هاد ريتن قبل بيفور ماضي تام 79 الفيضانات كانت ايه الحقول كانت تغمر بالمياه يبقى مطرت الاول الاقدم ماضي تام بس في مده يبقى ماضي تام مستمر يبقى الجمله 79 ماضي تام مستمر لانها مطرت الاول خلاص كده ماضي تام مستمر يبقى هاد بين ايه تمام ايه يا حبايبي ماضي تام مستمر يبقى الجمله 79 كانت بتمطرها 14 دايز لمده 10 ايام تمام بدون ما تتوقف 79 هتبقى بي 80 هتبقى هادنت 80 هتبقى هادنت حلوه 80 دي هتبقى هادنت هادنت سلوى از بينيلس عارف يعني ايه بينيلس فلست 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 ما حاش ولا شرن فكانت بتقول يا ريتني ما ضيعت فلوس التمني في الماضي بالماضي التام يا ستار ديا فلست هي فلست يعني ضيعت في الماضي فبتقول يا ريتني ما ضيعت التمني في الماضي بالماضي التام هادنت بعد كده اللي بعديها هاد بين ريفايزنج نفس القصه امتحان ثانوي عام 2014 كانت تعبانه امبارح لانها رجعت كتير رجعت الاول طب ما اعطيك مده يبقى ماضي تام مستمر حاجات دي حلوه قوي امتحان ثانوي عام 2014 واللي فاتت كانت ثانوي عام 13 عشان كده احنا ايه بنلقطهم اهم امتحانات السنين السابقه بعد كده اللي بعديها هناخد بي اللي بعديها هناخد بي اهو بيقول لك هي ارسل لها خطاب بواسطه المدرسه لكي يخبروها ان بنتها هاد بين ايه اكسكلودد فصلت من المدرسه تمام كده حبايبي فصلوها خلاص كده اتفصلت طبعا هنا ايه لكي يخبروها تمام كده يبقى فصلوها الاول بعد كده بعتوا لامها اتفصلت ماضي تام بس ده مجهول اكتب ماضي تام مجهول امتحان ثانوي عام 2014 نون سونر لو جت اول الكلام يجي بعديها هاد والفعل او ديد والفعل فالاثنين صح دي جت في 2014 قلت اهو انا بشرح قلت وحسبوا الاثنين صح ايه صح بي صح والحل دي صح وحسبوا لهم دي صح تمام 2014 كانت معانا واحده اولى جمهوريه عقبالكم حاليا مدرسه في كليه الطب عقبالكم ان شاء الله وتقابلوها يا رب على خير هي بتحكي في المحاضرات بتقول انا كنت طالب عند مستر نجار وكنت اولى جمهوريه في السنه دي الامتحان ده كان اسمه الامتحان الاسود مسمينه كده كانوا المدرسين والطلبه في السنه دي كان عندنا طلبه جايبه نهائيه كتير جدا فيه عقبالكم تمام ولو تراقب ان الماضي التام جاي منه كتير في سنه واحده 83 الاولى 84 الاولى 84 الاولى يا باشا اهو هاد بين رانينج تمام كده اهو الحدث الاقدم هنا ما جابش هنا ايه ماضي تام فخدناها ماضي تام مستمر هي واز اكستريملي تايرد كان تعبان لانه كان بيجري طول الطريق خلاص كده يبقى هنا تفسير المضارع بالمضارع التام تفسير الماضي بالماضي التام مفيش مده يبقى ماضي تام مستمر عادي عشان ايه ما ظهرش الماضي التام 85 هي بتندم اهو 85 بتندم انها ما خلصتش فبتقول يا ريتني كنت خلصت التمني في الماضي بالماضي التام ريجريت يندم اول ما تلاقي فعل ريجريت ده معناه يندم هو بيجي الفيرب اي ان جي اوتوماتيك فكر في الماضي التام ما تنساش اهو بندم فيا ريتني ما كنت عملت التمني اكتب كده ان ريجريت يندم بيجي وراها فيرب اي ان جي بتساوي التمني في الماضي اكتب كده بتساوي التمني في الماضي والتمني في الماضي ماضي تام اوعى تكتب كده بس وتسكت لازم توضح الندم تمني في الماضي بقول يا بندم ان انا ما عملتش فيا ريتني كنت عملت تمني في الماضي والتمني في الماضي بالماضي التام خلاص الجمله 86 الجمله 84 قلنا 6 85 هات فينيشد خلاص كده حبايبي يعني ممكن برضك تبقى لكم تاني ريجريت زائد الفيرب ان جي بندم ان انا عملت اكتب بتساوي اي ويش فاعل ايه رايك كده احلى
اي وش فاعل زائد هاد بي بي. اي وش فاعل هاد بي بي. اي وش فاعل هاد بي بي. الجمله 86 86 هتاخد الاخيره. 86 هتاخد الاخيره. having been awarded بعدما منحت. بعدما منحت having been والبي بي. having been والبي بي. الجمله 87 having finished اللي هي having والتصريف الثالث having finished. 88 هتبقى had written. had written 88 had written اهو. شوف 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 until جاي بعدها ماضي تام هنا الحدث الاقدم. بعد كده عند 89 had been getting. had been getting لانه هو بيقول له اخيرا ده انا had been getting. ده هو علي بيجهز نفسه للمسابقه ليه 6 شهور الحدث الاقدم جهز نفسه وخدت مده يبقى ماضي تام مستمر. اللي بعديها هناخد until سنه 91 ياه 91 until didn't وبعدها ماضي تام درس ده خرب الدنيا في الامتحانات. 91 until بعد كده اللي بعديها يبقى 90 خدت مين 90 خدت until. 91 had done had done until بعدها ماضي تام. 92 having drunk. having drunk بعد ما شرب القهوه هتاخد سي. هتاخد سي خلاص كده هتاخد سي. 93 هتبقى hadn't wasted. التمني في الماضي بالماضي التام I wish و lost. التمني في الماضي بالماضي التام. بعد كده 94 it was only when. it was only when معايا يا شباب it was only when. تمام كده يا جماعة it was only when ابقى ايه طير اي واحدة منهم وخليها لي when. وخليها لي when. it was only when. تمام يا شباب يبقى it was only when ابقى غير اي واحدة وخليها when. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لك ايه 94 when. 95 nothing. nothing لا شيء حرك. لا شيء حرك يبقى هنا ايه بقول هتبقى was moved. لا شيء حرك until. until اللي جاي بعدها ماضي تام قبلها ماضي بسيط. حرك ماضي بسيط مجهول. ماضي بسيط مجهول. ماضي بسيط مجهول يا شباب يبقى was moved. بعد كده عندي قبل before بيجي ماضي تام. طب ما في مدة يبقى ماضي تام مستمر اهو يبقى الحل سين. 97 until had finished. 1980 دي ثانوية عامة ماما ثانوية عامة بابا. 98 I wish I had gun. I had gun لأن التمني في الماضي ماضي تام ثانوية عامة جدك. 99 if only. if only دي حلوة جدا معناها أتمنى لو. if only أتمنى لو يا شباب أتمنى لو التمني في الماضي I wish. if only هي هي I wish. if only هي هي I wish اكتب بتساوي I wish أتمنى لو والتمني في الماضي بالماضي التام يبقى hadn't eaten. يبقى الجملة رقم يا شباب يبقى الجملة 99 الأخيرة والتمني في الماضي بالماضي التام. تمام يبقى 99 الأخيرة. أما 98 الأولى التمني في الماضي بالماضي التام برضو. تمام. طب 300 had finished. had finished بيقولك as soon as جاي وراها ماضي تام. 301 ماضي تام مستمر لأن جاب الحدث الأقدم. جاب الحدث الأقدم وايه الحدث الاقدم هنا بيفور ماضي بسيط ماضي تام وجاب الحدث الاقدم اداك مده. مده يبقى ماضي تام مستمر. تمام. اللي بعديها هتبقى هاد وان. بيقول لك فريق كره القدم بتاعنا خسر المباراه يا ريتهم كانوا فازوا. بتمنى شيء في الماضي لانه خلاص خسروا. خسروا ماضي. التمني في الماضي بالماضي التام هاد وان. كده احنا وصلنا للجمله 302 وده كان نهايه الواجب. يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر. لا نكتبها بالاحمر ما يصحش. يا قمر عشان بحب الفواتح كده. ربنا يا رب يحفظكم ان شاء الله. بحبكم جدا بالتوفيق ان شاء الله. بالله عليك استحلفكم بالله اني بعد فيديو الواجب راجع كويس ملاحظات عشان في افكار مهمه. نتقابل على خير ان شاء الله في هذا الاسبوع حصه جديده بمعلومات مفيده ان شاء الله. نتقابل الاسبوع القادم في فيديو جديد لواجب جديد لحصه جديده معلومات مفيده. طلبه النجار دايما نار. كتبنا مليانه افكار والجيش النجاري دايما عالي. بالتوفيق باذن الله. ما تنسوش اتنين رضا ربنا ورضا الوالدين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.